تايم. يمكن في ناس كتير مش بتبقى عارفة information كتير على bleeding time، ده هتكلم عليه النهاردة، وازاي ال bleeding time بيتعمل، ازاي التست بيتعمل. طيب ال bleeding time ده ايه وظيفته، احنا ليه؟ طبعا هنتكلم النهاردة على ايه هي ال bleeding time test، وليه بنحتاج ان احنا نعمل bleeding time test، وازاي ايه الحاجات اللي المفروض بنعملها قبل ما البيشن يعني يجي عندي المعمل واعمله bleeding time test، وهنتكلم ازاي التست ده بيتعمل. تمام، طيب نعرف يعني ايه bleeding time test. ال bleeding time test ده تست مهم جدا، اوكي، لانه هو يعني هو يعتبر screening test، يعني هو مش تست بيوضح لي حاجة قد ما بيكونفيرم في العد في السي بي سي لو في مشكلة في البليتلس بتظهر عندنا في الكلوتينج ده، او في البليدنج تايم او الكلوتينج تايم. طيب ازاي بيحصل التست ده؟ ان انا بعمل بانكتشر او يعني بخرم او بعمل ثقب في الصابع، او بنعمل مثلا حاجة شرخ مثلا في الجسم، بحيث ان انا ابدا اشوف النسف اللي حصل في من الجرح اللي انا عملته ده هيحصل قد ايه في وقت قد ايه، وبالتالي اقدر احكم هل البليتلس او الموجوده في الدم دي بتشتغل بطريقه كويسه وبتعمل لي كلوتينج كويس، ولا ما بتعملش جلطات كويسه وبتقفل الجرح. فده السكريننج او التست ده بيوضح الموضوع ده. طيب طيب ليه بحتاج ان انا اعمل البليدنج تايم ده؟ اولا عشان اشوف، ده يعتبر سكرينينج تيست لحاله البيشن العامه، لو في مشكله في الكبد بتظهر لي في الموضوع البليدنج تيست، لو في عنده ديفكت معين في البلاد فيزلز مثلا، لان انا بعمل ثقب مثلا في الصابع، فلو في مثلا في البلاد فيزلز في مشكله في الشعيرات الدمويه او البلاد فيزلز بوجه عام، ده طبعا بينعكس لي على الجسم كله، فده بيبان في البليدنج تايم. لو في عنده جيناتيك ديسكوردر، يعني مرض وراثي معين نتيجه ان ما بيكونش جلطه، وعنده على طول نزيف اللي هو الهيموفيليا، وده مرض طبعا معروف جدا، بيبقى عنده نزف بصوره كتيره، فبالتالي بيدوله حاجات عشان توقف النزف زي فيتامين كي. كمان البرايمري سايتو ثرومبوسايتوبينيا، ده برضو لما بيكون عنده اصلا كمان مشكله في النخاع العظام، ان هو ما بينتجليش ميني بليتلس، فبالتالي البليتلس ده هي ما بتكونليش الجلطات، فده بيكون برايمري ثرومبوسايتوبينيا. طيب لو في بقى في احيانا بيكون كونديشن تاني بيكون الثرومبوسايتوبينيا، اللي هو اصلا جسمه عنده فيو بليتلس، يعني عنده كميه قليله جدا من البليتلس، في الحاله دي برضو ده يعتبر هيريديتري كونديشن، يعني مشكله كمان وراثيه بتاثر لي على الدم. طيب هتكلم بقى كمان ازاي اعد المريض عندي عشان اعمل له التست ده. حاجة سهلة خالص، اولا قبل ما يجي برضو اقول له لازم توقف كل الميديسنز اللي بتاخد اي ادوية، خاصة over the counters اللي هي معناها الفيتامينات اللي هي الحاجات اللي بيوصفها الصيدلي من غير روشتة، ولو كان في فيتامينز، لو كان في mineral supplemented ده بيوقفها، وكمان لو بياخد اسبرين، لان طبعا المفروض ان الاسبرين بيعمل سيولة في الدم برضو بوقفها، لان ده بيأثر لي على نتيجة blood clotting او البليدنج تايم. طيب ده المفروض الدكتور بيوقف الموضوع ده قبلها بيومين. التست ده بقوم جاية بعمل بانكتشر عن طريق طبعا لانسلت، او ان انا اعمل جرح في الايد، وابدأ جرح صغير. طبعا اول حاجة بخلي النسف او المريض يبدأ ينزف، ومعايا بقى ستوب ووتش او الموبايل، التايمر بتاع الموبايل، اول ما بيبدا ينزف واخد اول نقطه، ده بيبقى زيرو تايم، كل 30 ثانيه ابدا ان انا ايه اخد ايه الدم اللي طلع ده، اخد لغايه ما خلاص الدم يقف خالص وما ينتجليش تاني بلط تطلع من الجرح. لو طبعا كانت النتيجه ظهرت من 1 ل 9
يبقى معنى كده ان المريض ده زي الفل جدا وده normal results. طيب لو زادت عن 9، واحيانا بتزيد شوية في الاطفال لغاية 12، لو زادت عن 9 يبقى ده في مشكلة، لازم اعمل التست تاني لغاية عشان اتأكد عشان اطلع النتيجة مظبوطة، لان طبعا يعني لو اتعاد التست من غير ما يكون ده accurate او لما تقدم كده وتكون مثلا accurate او انا غلطت، يبقى ده حاجة مش كويسة جدا لان دي حياة مريض. طيب يبقى احنا لازم اتأكد لو حصل كده مرة واتنين لغاية ما كونفيرمت خالص، اقول له والله ده كان النتيجة بتاعته طالعة اكتر من كده. ودي كانت النهاردة، بعد كده هنشوف الفيديو العملي. ميرسي، النهاردة اتكلمنا على بريدنج تايم، ويا رب ان شاء الله لو عجبكم الفيديو ريت تعملوا سبسكرايبنج او لايك. شكرا. بليدنج تايم بيكون عندنا طبعا ستوب ووتش ولانسليت ومعانا اي بيبر مقطوع. طبعا بنعمل بانكتشر في الصابع وبعد كده نستنى لغاية ما يحصل نزف، وبعد كده نبدأ ان احنا ناخد اول نقطة، ده بتبقى 0 second بيخرج طبعا نتيجة للنزف، وبعد كده بناخد طبعا بنسيب الصابع 30 ثانية وبعدين ناخد تاني نقطة اوكي، وناخد بقى بعد 30 كل 30 ثانية بناخد لغاية ما يقف خالص النزف. بعد كده بنوقف الستوب ووتش وبنبدأ طبعا ناخد بقى ايه اللي حصل، بنكتب طبعا ان 0 تايم ده بنكتب 0 1 2 3 4 لغاية بقى ما يقف النزف، وبعد كده عند اخر نقطة بيحصل عندها ان حصل ستوب للنزف بناخد طبعا جايين عاملين ايه ضاربين الرقم ده هو في 30 ويبقى هو ده البليدنج تايم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.